استقبل وزير الخارجية سامح شكري اليوم وفد من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أحمد سعيد رئيس اللجنة، وذلك في إطار التواصل الدائم بين وزارة الخارجية وأعضاء مجلس النواب المصري، واستعدادا لزيارة الوفد البرلماني إلى الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة القادمة. أكد شكري أن زيارة الوفد إلى الولايات المتحدة تعد ذات أهمية خاصة لتزامنها مع مرحلة تشهد تطورات كبيرة في المنطقة، وبعد انعقاد قمة الرياض ووضوح الرؤية لدى الإدارة الأمريكية الجديدة فيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب.